الحديث الثالث والأربعون وهو الحديث الأول من الزيادة الرجبية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر خرجه البخاري ومسلم. الحديث الرابع والأربعون وهو الحديث الثاني من الزيادة الرجبية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرجه البخاري ومسلم. الحديث الخامس والأربعون والحديث الثالث من الزيادة الرجبية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتح يوم القدر يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس. فقال له حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه خرجه البخاري ومسلم. الحديث السادس والأربعون وهو الحديث الرابع من الزيادة الرجبية عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري.